نبدا بقى دلوقتي. In the regular pyramid, which of the following is the right ascendingly order of the lengths؟ يعني ايه؟ انا عايز اعرف مين من دول صح. طيب مترتبين ascending، يعني ايه ascending؟ from the smallest to the greatest. طيب بيقول لي length of lateral edge، الهايت، slant height، يعني هو بيقارن ما بين مين ومين؟ slant height وهايت وال ومين؟ واللاترال ايدج، واللاترال ايدج. ده في مين؟ في الريجولار بيراميد. طيب انا قلت ان اسهل شكل هعرف اشتغل عليه هو مين؟ الريجولار بيراميد لما تبقى كوادريلاترال. ادي دي الام، ادي ده الاي، ادي ده البي، ادي ده السي، ودول كده البوينت اوف انترسكشن اوف ذا تو دايجونالز. طيب بعدين يا مستر، ادي ده، ادي ده ام اي بي سي دي، ادي ده الان وادي ده الاي. طيب اول حاجه كده ده رايت انجل ترينجل، تمام جدا. ده هايت وده سلانت هايت، يبقى السلانت هايت اكبر من الهايت. دايما الهايبوتنس هو اكبر حاجه في الرايت انجل ترينجل. حلو قوي كده يا مستر، يبقى كده السلانت هايت اكبر من الهايت. طيب بعدين ام اي اي ده رايت انجل ترينجل، طيب ده في مين؟ ده في سلانت هايت وفي لاترال ايدج. طيب مين كده مين كده الاكبر؟ اللاترال ايدج هو الهايبوتنس، يبقى اللاترال ايدج اكبر من السلانت هايت، يبقى اصغر واحد في الثلاثه هو الهايت. طب بعديه مين؟ سلانت هايت. طب بعديه مين الاكبر منهم بقى؟ اللاترال ايدج. يبقى لتر مين الصح؟ لتر سي، سلانت هايت وهايت ولاترال ايدج. طيب ام اي بي از رايت تريانجلر بيراميد، رايت تريانجلر بيراميد، البيز على شكل تريانجل والهايت نازله بيربنديكولار على البيز في البوينت اوف انترسكشن اوف ذا دايجونالز. ده انت لازم انت تبقى عارف الكلام ده، يعني ايه؟ يعني انت كل كلمه بنكتبها ليها معنى. طيب الان از ذا بروجكشن اوف ذا بوينت ام، يعني ايه بروجكشن؟ بروجكشن دي يعني المكان اللي انا رميت فيه الام. لما ترمي الام من فوق كده لتحت للبيز هتنزل، ده كده البروجكشن بتاعه. On the plane ABC, the E is the point of the midpoint of the BC. Then all the following triangles are right. كل دول هيبقى right except. طيب يعني اعذروني بقى في شكل الرسومات شويه، لان في رسومات بتبقى رخمه شويه. طيب انا عندي ده regular right triangular pyramid. Right triangular pyramid، خلاص يعني انا البيز بتاعتي على شكل triangle. طيب دي كده الفيرتكس نازله للبيز، ادي دي الام، ادي ده الاي، ادي ده البي، ادي ده السي. طيب تمام بعدين يا مستر، البوينت اوف انترسكشن اوف ذا ميديان، هو انا هنا هو ما قاليش ريجولر، تمام ماشي هو ما قالش ريجولر، بس قال ان الام ايه اللي هيحصل؟ البروجكشن بتاعها، يعني ده كده الايه؟ المكان اللي هتقع فيه الام، لما اجي اوقع الام هنا كده هتقع في بوينت اسمها ايه؟ ان. طيب هو اللاين سيجمنت بتوين الام والان ده لازم يبقى ماله؟ لازم يبقى بيربنديكولر. طيب يعني انا هنا دي لازم تبقى مالها؟ لازم تبقى 90. طيب يبقى التراينجل ام ان سي، ام ان سي ده هيبقى ماله؟ هيبقى رايت. طيب ام ان اي، طب هي مين هي الاي؟ الاي از بوينت اوف انترسكشن از ذا ميد بوينت اوف مين؟ اهو ده كده كده. طب يا مستر هو مش حضرتك قايل ان الان دي هي البوينت البروجكشن بتاعت الام، يعني ده كده هيبقى هايت؟ طب ما كده اي بوينت اي تراينجل هيعدي من الان هيبقى رايت، يبقى ده كده رايت وده كده مين؟ رايت. لا انا عايز اتاكد. طيب الام ان ايه؟ ما هو رايت. طيب الام بي سي، ام بي سي ده فيس؟ لا ده مش رايت. يبقى كلهم اللي عدى من الان كله رايت، مين الوحيد اللي ما عداش من الان؟ الام بي سي. وهنا بس في نقطه، هو ما قالش ريجولر، ما قالش
ريجولر، فبالتالي البوينت الهايت مش ضروري هينزل على الجيومتريك سنتر. اه عشان هو رايت لازم الهايت ينزل على الجيومتريك سنتر. طيب الام اي بي سي از ريجولر فيسز، ريجولر فيسز بيراميد ام اي بي سي، تمام زي الفل. طيب الان از ذا بروجكشن اوف ذا بوينت ام اون ذا بلين اي بي سي، وكانت الاي از ميد بوينت اوف الاي بي، which of the following is an equilateral triangle، مين من دول equilateral triangle، اي فيس هي equilateral triangle. هو قال هنا ايه؟ لا هو قال هنا regular pyramid، regular faces pyramid. اه يبقى اي فيس هتبقى ايه؟ هتبقى equilateral triangle. ال M N E دي مش فيس، ال M B E هي مين ال E؟ ال E دي mid point of ال A B، دي مش فيس برضو. A C E مش فيس برضو. ال ام بي سي اه ده فيس، ادي الام وادي البي وادي السي، يبقى دي كده هتبقى ايه؟ هتبقى فيس، فبالتالي هيبقى ايكولاترال تراينجل. طيب ذا نمبر اوف فيسز، ذا نمبر اوف فيسز بتاعه البيراميد سميناها ام، والنمبر اوف فيرتسيز سميناها ان، والنمبر اوف ايدجز هي اللي انا عايزها. طب احنا قلنا اويلر ريليشن من شويه كانت عباره عن ايه؟ النمبر اوف فيسز بلس النمبر اوف فيرتسيز ايكوال نمبر اوف ايدجز بلس 2. طيب هو بيقول لي بقى مين النمبر اوف ايدجز هتبقى عباره عن اني واحده من دول؟ طيب مش دي كده البلس 2 وديها السايد الثانيه هتبقى ماينس، يبقى النمبر اوف ايدجز هتبقى عباره عن مين؟ ام بلس ان ماينس 2 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر سي. Which of the following nets does not make a regular quadrilateral pyramid when it is folded؟ طيب اول حاجه بس كده انا الفيجرز دي يا مستر هفرق ما بينهم ازاي؟ هشوف مين اللي انا اقدر بسهوله اقفل عليه اقفلهم. طيب يعني اول حاجه كده انا اقدر هنا اعمل ايه؟ اقدر ده لما اجي اقفله اجيبه هنا، فيبقى ده كده هيتشال من هنا هيجي هنا، وده كده لما اجي اقفله كده اروح رايح جايبه هنا، يبقى ده كده هنا، يبقى الشكل اللي قصادي ده بيراميد ولا لا؟ بيراميد. طيب تعالى مثلا فين؟ اهي ده مثلا اهو ده كده وانا بقفله اجيبه على الجنب ده، وده وانا بقفله اجيبه على الجنب ده، يعني ده هنقله هنا وده كده هيجي هنا، يبقى ده كده ايه؟ بيراميد. طيب ده يا مستر ده سهل جدا، ده وهو بيتقفل هيجي هنا، يبقى ده كده ايه؟ بيراميد. طب تعالى هنا بقى يا مستر، طب ما هو ده زي الفل اهو، واحد اتنين تلاته. طب ده لما اجي اقفله هيجي ازاي؟ ده لما اجي يتقفل هيجي كده، هيجي واقف كده، فمش هيقفل بيراميد، مش هيقفل بيراميد. يبقى الوحيد اللي انا ما عرفتش اقفله من من الاربعه هو مين؟ هو لتر بي، هو لتر بي. طيب ذا ريشيو بتوين ذا ايدج لينس اوف تريانجلر ريجولر فيسز بيراميد، تريانجلر ريجولر فيسز بيراميد اند اتس هايت، اند مين؟ اتس هايت. طيب احنا اتفقنا ان التريانجلر بيراميد، التريانجلر ريجولار فيسز بيراميد، ايه اللي بيبقى عندي؟ هيبقى عندي توايس السايد لينس باور 2، بتبقى قد مين؟ قد 3 الهايت باور 2. ده هو عايز الريشيو بتوين الايدج لينس والهايت. طب ما كويس يا مستر، طب انا معايا اهو اقدر اعمل ريشيو بتوين الايدج لينس والهايت. طيب ال L سكوير هتبقى اوفر الهايت سكوير، ال L سكوير قصادها كام؟ 3، والهايت سكوير قصادها كام؟ يعني الهايت سكوير بتقابل كام السايد الثاني؟ 2. يبقى ال L سكوير اوفر الهايت سكوير ب 3 اوفر 2. طب الباور 2 دي هنوديها السايد الثاني، يبقى ال L اوفر ال H هتبقى سكوير روت ل 3 اوفر 2. طيب مين من دول بقى قد سكوير روت ل 3 اوفر 2؟ طيب يا مستر هو انا هعمل ايه؟ انا مش عارف اوصل، انا مش عارف هو انا كمستر محمد هعرف اعملها لك كده، ان انا اقول لك ده روت 3 اوفر روت 2. طب عايز اخلص من الروت 2 لتحت، ادي تايم روت 2 فوق وادي تايم روت 2 تحت، روت 3 تايم روت 2 بروت 6، وروت 2 تايم روت 2 ب 2، يبقى ريشيو بتوين ال L والهايت هي روت 6 اوفر 2. طيب انا مستر مش عارف اعمل الكلام ده، حضرتك هتكتب ده على الكالكليتر، طلع لك اجابه وهتكتب كل دول على الكالكليتر، اللي هتلاقي لك هتطلع لك نفس الشكل، تبقى هي دي الاجابه بتاعتك، اللي هي هنا هتبقى لتر سي.
طيب خليك هنا بقى معايا ثانية. احنا هنا بقى عشان هيبقى فيه نمبرز الاوقات اللي جاية، فانا هبقى محتاج الايه الارقام. طيب نيجي هنا بقى. The ratio between the length of edge length of edge of regular faces pyramid and its slant height and its mean slant height. يبقى احنا هنا عايزين نشتغل على مين؟ في برضو الترينجلر. هو قال ترينجلر ولا لا؟ قال لك regular faces pyramid. regular the ratio between the length edge of regular faces pyramid. طيب هو مين الوحيد اللي الفيسز بتاعته ممكن تبقى regular؟ الترينجلر. طيب its slant height والهايت بتاعه. طيب يا مستر انا اول حاجه هنا هشتغل ازاي؟ دي نمبر 7. انا عندي هنا، انا بقى بدل ما ارسم الرسمه وكده، انا هاخد الترينجل اللي فيه الايدج والسلانت هايت. يعني انا عندي هنا ترينجل، ده مين؟ السلانت هايت. وده مين؟ ده الايدج. واللي تحت كمان بمين؟ بال. ما هو regular faces pyramid، يعني ده كده equilateral. حلو قوي يا مستر. دي كام؟ 60. ودي كام؟ 90. ودي كام؟ ودي كام؟ 30. فده ايه؟ ده كده كده بيعمل bisect، فدي half L. هو انت عايز ايه يا مستر؟ انا عايز اجيب slant height قد ايه من اللينز. طيب مش السلانت هايت ده سايد في رايت انجل تراينجل؟ طيب يبقى سكوير روت ل ال باور 2 ماينس ال اوفر 2 باور 2. مستر هو معلش، هو الشكل ده ازاي بعمله على الكالكليتر؟ انت بتعمله بنمبرز من غير ال وبتحط ال بره، يعني هتعمل كده سكوير روت ل 1 باور 2 ماينس هاف باور 2 اللي هيطلع لك كام؟ اللي هيطلع لك بروت 3 اوفر 2. يبقى انا عايز ريشيو بتوين ال L والسلانت هايت، ادي ده L 2 روت 3 اوفر 2 L، يبقى 1 2 روت 3 اوفر 2. هنكتب دي كده على الكالكليتر، ونكتب كل واحده من دول على الكالكليتر، نشوف مين الاجابتين اللي هتطلع زي بعض. طيب هنا دي كده هتطلع 2 روت 3 2 3. طبعا هي لما جت اتكتبت كده، فايه اللي حصل؟ ديفايد الديفايد بيطلع تايم، تبقى 2 اوفر روت 3. ايه اللي حصل؟ عايز اخلص من الروت 3 فبعمل روت 3 تحت وروت 3 فوق، هتبقى 2 روت 3 اوفر 3 اللي هي 2 روت 3 2 3. تمام؟ انت بقى مش توجع دماغك بالكلام ده، انت هتعمل ده على الكالكليتر وتعمل الاربعه على الكالكليتر، لو طلع لك نفس الشكل تبقى دي الاجابه الصح. طيب نمبر 8 ريجولر quadrilateral pyramid whose volume 64. الفوليوم بتاعها بكام؟ ب 64. and its height is 6. والهايت كان كام؟ والهايت كان 6. عايزين نجيب البيز بيراميد. طيب احنا اول حاجه بس كده، انا هتلاقوني دايما شغال فوق وتحت وهنا وهنا، يعني ليه شغال فوق ليه؟ هكتب الرول بتاعت الفوليوم. مين الرول بتاعت الفوليوم؟ 1 over 3. 1 over 3 ايه؟ area of base time height، مش slant height، area of base time height. انا معايا الهايت. طيب يبقى انا الرول اللي قصادي دي اقدر اجيب منها ايه؟ انا معايا فوليوم ومعايا هايت، اقدر اجيب area of base. طب ما حلو قوي يا مستر، ما لو جبت الاريا اوف بيز اقدر اجيب بريمتر اوف بيز، لان ده ايه؟ ده regular quadrilateral pyramid، يعني البيز على شكل ايه؟ سكوير. طيب يبقى الفوليوم ب 64 equal 1 over 3 time area of base time 6. يبقى الاريا اوف بيز هتبقى عباره عن 64 وادي 1 over 3 time 6 اللي هي ادتني كام؟ اللي هي ادت، احنا في نمبر كام؟ 8. ادتني 32. طيب ما الاريا دي اللي هي ال سكوير equal 32، يبقى ال L عباره عن سكوير روت ل 32. سكوير روت ل 32 ده اللي هي طلعت 4 روت 2. مين اللي 4 روت 2؟ ده السايد لينز. طب انا عايز ايه؟ عايز بريمتر.
طيب البريمتر بتاع السكوير 4L يعني 4 تايم 4 روت 2 يعني الانسر 16 روت 2 لتر دي. طيب if the volume of a regular hexagonal pyramid equal 8 روت 3 ده مين الفوليوم بتاع الايه الريجولار هيكساجونال and its height length 4 والهايت لينث 4 عايز البريمتر اوف ذا بيز نفس المساله بالظبط يا مستر بس عمل ايه غير الفيجر خلاه هيكساجونال يعني البيز بتاعته هيكساجون. طيب فوليوم ايكوال 1 اوفر 3 اريا اوف بيز تايم هايت انا عايز اجيب السايد لينث ماشي يا مستر ادي الفوليوم ب 8 روت 3 equal 1 over 3 time area of base time the height اللي هي بكام؟ ب 4 يبقى ال area of base عباره عن 8 root 3 over 1 over 3 4 time 4 4 over 3 يعني. طيب يا رب بس ابقى مطلع الاجابات. طيب طلعت بكام؟ الكلام ده مش عارفين طلع بقى بكام بالظبط. طيب عموما بقى الكلام ده ايه؟ هيطلع بايه؟ خليكوا بقى معايا ثانيه ثانيه. هيطلع هنا بقى بده بكام؟ اصل انا ايه؟ عايزين كل حاجه تبقى معانا بالنمبرز. طيب يبقى انا هنا هاجي اروح جاي اعمل ايه؟ ادي ده كده 8 روت 3 اوفر 1 اوفر 3 ثانيه ادي دي 8 روت 3 ماشي اوفر ادي 1 اوفر 3 تايم 4 اديتني 6 روت 3 يبقى مين اللي ب 6 روت 3 ده الاريا اوف بيز. طيب حلو قوي البيز هنا على شكل ايه هيكسجون. طيب الاريا اوف بيز هنا الرول بتاعتها عباره عن ايه عباره عن 4 ال سكوير ان ال سكوير over 4 10 by over كام by over n. طيب يا مستر بعدين ادي دي ب 6 root 3 equal مين هي ال n ال n ب 6 يبقى 6 l power 2 over 4 time 10 180 over 6. طبعا انا هنا عايز اعمل ايه عايز اعمل cross multiplication حد بس مش يعني انتم مجمعين معايا ده كده في براكت تايم ده اوفر 1 يبقى 6 ال سكوير هتطلع بكام 6 ال سكوير هتطلع ب 24. يبقى انا لما عملت تعالى بس نكتب هنا كده معلش لما احنا هنا نيجي نعمل 6 روت 3 تايم 4 تايم 10 180 اوفر 6 الكلام ده طلع ب 24 يبقى 6 ال سكوير ايكوال 24 ال 6 دي تايم تروح السايد الثاني تبقى ديفايد يبقى ال ال باور 2 ايكوال 24 اوفر 6 اللي هي 4 يبقى ال ال بكام؟ بسكوير روت لل 4 يبقى ال ال ب 2. حلو قوي بقى انا عايز ايه؟ بريمتر اوف بيز. طب البريمتر بتاعت البيز دي عباره عن ايه؟ مش البيز هنا هيكسجون يعني عنده 6 سايدز يبقى البريمتر بتاعي هيبقى 6 ال يبقى 6 تايم 2 اللي هو عباره عن كام؟ عباره عن 12 سنتيمتر. انا عايزك تجمد كده وتركز عشان احنا لسه عندنا اسئله ثانيه كتير. طيب شوف نمبر 10 A regular quadrilateral pyramid regular quadrilateral pyramid its area of its base 100 its height 12 عايزين اللاترال اريا. طيب احنا كده كده بنكتب الرول بتاعت اللي احنا عايزينها في الاول عشان نشوف اللي هيحصل. انا عايز مين؟ عايز lateral area. ال lateral area الرول بتاعتها half half time مين؟ half time perimeter of base time slant height. يبقى انا لازم يبقى معايا perimeter ال side length عشان اقدر اجيب البيز هو ده ايه؟ regular quadrilateral pyramid يعني البيز على شكل سكوير. لازم اجيب السايد لينس عشان اعرف اجيب البريمتر ولازم اجيب سلانت هايت لان انا معايا هايت بس كده كده محتاج البيز نرسم مش محتاج. طيب يا مستر لما تبقى
ال area of base 100. ده معناه ان ال L square مش البيز على شكل سكوير، فتبقى ال area بتاعته عبارة عن مين؟ L square، هتبقى equal كام؟ 100. الباور 2 بتروح السايد التاني تبقى سكوير روت، يبقى ال L عبارة عن سكوير روت لل 100 اللي هي ب 10. حلو قوي يا مستر. يبقى احنا جبنا السايد لينس بتاع البيز كان ب 10. حلو قوي. اتفقنا ان دايما في تراينجل بيتعمل في الريجولار كوادريلاترال بيراميد بيبقى ما بين مين ومين؟ هايت سلانت هايت هاف السايد لينس. لو انت مش فاكر ارجع كده ربع ساعة غالبا، ارجع ربع ساعة كده غالبا للجزء بتاع الترينجلز اللي احنا بنطلعها من الكوادريلاترال بيراميد، الريجولار كوادريلاترال بيراميد. المهم يبقى انا دلوقتي عايز اجيب السلانت هايت. خلاص يا مستر، ده انا معايا الهايت ومعايا السايد لينس او هاف السايد لينس اللي هو 5. طيب ده هنا دي رايت، يبقى ده كده هايبوتنس ولا سايد؟ ده كده هايبوتنس، يبقى سكوير روت لكام؟ هايت سكوير بلس هاف ال ال بار 2، يعني سكوير روت الهايت بكام؟ ب 12 بلس 5 بار 2 اللي هو طلع بكام؟ ب 13. حلو قوي يا مستر. معايا سايد لينس ومعايا سلانت هايت، اقدر اجيب لاترال سيرفيس اريا هاف تايم بريمتر اوف بيز تايم هايت. جميل، البيز على شكل سكوير يبقى البريمتر بتاعها 4L، يبقى هاف تايم 4L تايم سلانت هايت، يبقى هاف تايم 4 ال L بكام؟ ال L ب 10 والسلانت هايت بكام؟ ب 13. يبقى طلعت لي 260 سنتيمتر سكوير. يا مستر كل ده سؤال تشوز؟ ايه المشكلة؟ والله حضرتك اعتبرته مقالي، ما عنديش برضه مشكلة. يجي لي تشوز، يجي لي مقالي، أول حاجة بعملها بكتب الرول بتاعة الحاجة اللي هو عايزها، وأشوف إيه اللي ناقص، وأبدأ أدور عليها من الجيفن اللي هو مديهولي، بلاقي نفسي بوصل في الآخر. ده نمبر 10. The total area of right total area of right quadrilateral pyramid its base is a regular polygon and its diagonal length 10 root 2 and its height 5 root 3. طيب احنا هنا نشوف ايه في نمبر 11. نمبر 11 احنا عايزين ايه؟ عايزين توتال اريا. يبقى انا اول حاجه اعملها اعمل ايه؟ اكتب التوتال اريا بتاعتي. مين هي التوتال سيرفيس اريا؟ بتبقى لاترال سيرفيس اريا بلس اريا اوف بيز. طيب مين اللاترال؟ هاف بريمتر اوف بيز تايم سلانت هايت بلس الاريا اوف بيز. هو ده ايه؟ رايت كوادريلاترال بيراميد، البيز ريجولار بيراميد، ريجولار بوليجون، البيز ريجولار بوليجون، وده كوادريلاتر يعني البيز سكوير، يبقى دي ال بار 2. طيب انا محتاج ايه؟ او مديني ايه طيب الاول؟ مديني الدياجونال ب 10 روت 2، الدياجونال ب 10 روت 2، ومديني الهايت ب 5 روت 3. والله يا مستر انا عارف ان انا عشان اعرف احل لازم يبقى معايا سايد لينس، عشان انا محتاج بريمتر ومحتاج اريا وبيز. طيب والله بصوا ممكن حد يحلها زي ما انا ما اشتغلت. انا ده كده الايه؟ البيراميد بتاعي. دول التو دياجونالز عملوا انترسكتف بوينت. طيب انا عارف ان التو دياجونالز بيربنديكولار في السكوير. طيب التو دياجونالز بايسكت اتش اذر وايكوال، يعني ده 10 روت 2 يبقى ده 5 روت 2 وده 5 روت 2. طب مش اتفقنا ان ده رايت انجل تراينجل، فانا اقدر اجيب السايد لينس. السايد لينس هيبقى هايبوتنس في تراينجل اهو، عباره عن ايه؟ 5 روت 2 باور 2 بلس، عشان ده هايبوتنس ل 5 روت 2 باور 2. طلعت بكام؟ طلعت ب 10. حلو قوي. يبقى انا اول حاجه جبتها جبت السايد لينس ب 10. فاضل ايه؟ انا عايز سلانت هايت. طيب احنا اتفقنا ان ادام ده هو رايت والبيز بتاعته ريجولار، يبقى ده كده ايه؟ ريجولار كوادريلاترال بيراميد. يبقى انا عندي تراينجل هنا كده مشهور جدا اهو،
ده السلانت هايت بتاعه وده الهايت وده هاف البيز اللي هو هنا هيبقى 5. يبقى السلانت هايت يبقى عباره عن سكوير روت للهايت باور 2 اللي هي بكام الهايت 5 روت 3 باور 2 بلس هاف السايد لينث. كام السايد لينث ب 10 يبقى هاف السايد لينث اللي هي 5 باور 2 اداني كام؟ اداني 10 برضو ماشي اداني 10. يبقى السلانت هايت ب 10 واللينث واللينث بتاع البيز ب 10 والهايت ب 5 روت 3. طيب عايزين ايه؟ عايزين توتال سيرفيس اريا لاترال سيرفيس اريا بلس اريا اوف بيز. مين اللاترال؟ هاف بريمتر اوف بيز تايم سلانت هايت بلس اريا اوف بيز اللي هي ال سكوير. مين البريمتر اوف بيز؟ ما البيز على شكل سكوير يبقى هاف تايم 4 ال تايم سلانت هايت بلس ال باور 2. هنا مفيش حاجه. هاف تايم 4 تايم 10 تايم 10 بلس 10 باور 2. كل ده على الكالكليتور اداني 300. كل ده على الكالكليتور اداني 300. كويشن نمبر 12. طيب if the sum of edges is sum of edges of lenses of the triangular equal regular faces. يعني ده انا دلوقتي عندي ايه؟ عندي ده triangular والفيسز regular equal 18. السم بتاع الايدجز كلها كانت كام؟ كانت 18. then the total area equal. طب ما انا محتاج اجيب الايدج الواحد كان كام؟ محتاج اجيب الايدج الواحد كان كام عشان اعرف اجيب الايه التوتال اريا. طيب اول حاجه كده يا مستر هما كام ايدج؟ وانا عندي هنا ده ايه؟ ده كده ادي ده كده هنا ده البيز وده كده ايه؟ هما دول كام ايدج؟ دول كده 6 ايدجز. دول هنا كام؟ 6 ايدجز. طيب السم بتاعهم كان كام؟ 18. فين ال 6 ايدجز؟ ادي 1 2 3 4 5 6. طيب يبقى الايدج الواحد هيبقى 18 اوفر 6 اللي هو بكام؟ اللي هو ب 3. طيب مين بقى التوتال اريا؟ احنا اتفقنا ان التوتال سيرفيس اريا لو هو تراينجل لو هو ريجولر تراينجلر بيراميد اوف ريجولر فيسز بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن روت 3 ال باور 2. طب ما احنا جبنا السايد لينث ب 3 يبقى 3 باور 2 روت 3 اللي هي 9 روت 3 اللي هي لتر سي. طيب نمبر 13 هنا بيقول لي ريجولر تراينجلر بيراميد. يبقى انا كان عندي ده ايه؟ ريجولر تراينجلر بيراميد اتس بيز لينث ب 6 ال والهايت كان ال. زين عايز اللاترال اريا. مين هي اللاترال سيرفيس اريا؟ هاف تايم بريمتر اوف بيز تايم سلانت هايت. طيب البيز السايد لينث بتاعه ب 6 ال فانا اقدر اجيب البريمتر بسهوله 3 تايم ال يعني 3 تايم 6 ال. ال دي قصدي بيها سايد لينث يعني يبقى 18 ال ده البريمتر. يبقى مين اللي فاضل لي؟ فاضل لي السلانت هايت. طب انا اوصل السلانت هايت ازاي؟ لازم ارسم. انا عندي هنا ده ايه؟ ده ريجولار تراينجلر بيراميد يعني البيز على شكل ايكولاترال تراينجل. ادي ده كده ده كده ده كده. طيب يا مستر ده مين؟ بصوا شباب ده مش عامل انترسكت مع ده واقف. طيب دي البوينت اوف انترسكشن اوف ذا ميديانز. تعالى نخليها بعيد شويه. يبقى ده كده مين؟ يبقى ده كده مين؟ الهايت. طيب يا مستر ده اللي انا قايل عليه ايه؟ ال. هو ايه؟ بيربنديكولار هنا وهنا. طيب ده مين؟ ده مين؟ السلانت هايت اللي هو نازل بيربنديكولار هنا في نفس الوقت عامل رايت انجل تراينجل مع مين؟ مع الهايت. شايفين الترانجل ده؟ ده رايت انجل ترانجل. السايد بتاعه الهايت اللي انا قايل عليه ال والهايبوتنس بتاعه السلانت هايت ودي البيز. مين دي بقى؟ ده البوينت اوف انترسكشن اوف ذا ميديان ديفايدد ذا ميديان تو ذا ريشيو 1 تو 2 فروم ذا بيز. اه طيب يا مستر
طيب احنا عايزين نجيب دي بكام عشان اعمل ما اعمل بايسيجرس اجيب السلانت هايت بكام؟ طيب اول حاجه احنا اتفقنا يا مستر ان ده 6L وده كمان 6L وده كمان 6L، يبقى دي اسمها ايه 3L ودي كمان اسمها 3L. طيب يا مستر ما ده رايت انجل تراينجل، يبقى انا اقدر اجيب ده كله اللي هو الميديان، الميديان تعال نسميهم ليترز، ادي A B C وادي دي دي وادي ده M. ال A D هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن سكوير روت 6L بار 2 ماينس 3L بار 2، دي ماينس ماينس 3L بار 2. ليه ماينس؟ عشان ده سايد. طيب طلعت بكام؟ طلعت ب 3 روت 3. ب 3 روت 3L. حلو يا مستر. بعدين هو ده اتقسم تو ذا ريشيو ايه؟ 1 تو 2 فروم ذا بيز، يعني ده 1 تو 2 تو 3. لو انا اتفقت ان البوينت دي اسمها ان، هتبقى الحته الصغيره اللي هي قصادها هون اسمها ايه؟ ان دي، الحته الكبيره اسمها ايه؟ اي ان، والميديان كله اسمه ايه؟ اي دي. طب الاي دي ده ب 3 روت 3، يبقى الصغيره هتبقى روت 3 والكبيره 2 روت 3. هي منتهى سهله يعني، انا عندي 3 روت 3 يبقى واحده روت 3 والثانيه 2 روت 3، ما هي 1 تو 2. طيب يبقى ده كده بكام؟ بروت 3. طيب مش ده رايت انجل تراينجل؟ تمام يا مستر. ده مين؟ الهايبوتنس اللي انا بقول عليه سلانت هايت، هيبقى سكوير روت ل ال بار 2 بلس روت 3 ال بار 2. انا الكالكليتور اديتنا 2L، يا مستر بتعملها ازاي على الكالكليتور؟ بكتب هنا 1 بار 2 بلس روت 3 بار 2 وانزل ال ال كده كده بره، اديتني 2L. يبقى اللاترال سيرفيس اريا عباره عن ايه؟ هاف تايم بريمتر اوف بيز اللي انا جايبها ب 18L تايم السلانت هايت ب 2L. 2 هتطير ال 2 فهيتبقى لي 18L سكوير، 18L سكوير اللي هي لتر بي. اتمنى ان انتوا تبقوا عارفين توضحوا حاجه من الرسمه دي يعني. طيب if the slant height of triangular regular triangular regular faces، يعني انا عندي البيز بتاعته على شكل equilateral triangle والفيسز هم كمان كلهم congruent على شكل equilateral triangle، السلانت هايت بتاعه كان ب 5 root 3. Then the sum of areas of its faces، عايزين نجيب السم بتاع الاريز بتاعت الاتس فيسز. طيب ده سؤال نمبر 14. طيب اول حاجه كده يا مستر انا عندي هنا ايه؟ انا عندي هنا السلانت هايت هيبقى جاي كده هنا. انا خدت فيس من الفيسز بتاعت الايه؟ بتاعت الترينجلر ريجولار فيسز. اتفقنا ان ده ايكولاترال ترينجل، فده هتبقى ال ودي هتبقى ال ودي هتبقى ال. ده السلانت هايت نازل بكام؟ ب 5 روت 3. وده ايكولاترال ترينجل فالانجل دي هتبقى كام؟ هتبقى 60. طب اتفقنا لما يبقى اللي قصاد ال 60 5 روت 3 يبقى اللي قصاد ال 30 بيبقى كام؟ بيبقى 5. يبقى ده كله هيبقى كام؟ هيبقى 10. منين يا مستر؟ يا حبيبي ركز معايا، دي 90 ودي 60 عشان ده ايكولاترال ترينجل وده بايسكت للفيرتكس فدي 30. ده سلانت هايت ب 5 روت 3 اللي قصاد ال 60 ب 5 روت 3. يبقى اللي قصاد ال 30 بتبقى 5 واللي قصاد والهايبوتنس بتبقى 10. اتعود انت عليها كده، لو انا قلت لك دي 3 روت 3 يبقى دي هتبقى 3 ودي هتبقى 6. طيب يا مستر انا جبت الايه؟ انا جبت ال ال ب 10. انا عايز مين؟ السم بتاع الاريس، السم بتاع الاريس، يعني عايز التوتال اريا. طيب التوتال سيرفيس اريا هنا مش التوتال سيرفيس اريا هي السم بتاع الاريس بتاعت كله بالبيز؟ طيب يبقى هنا هتطلع كام؟ هتطلع ال بار 2 روت 3 روت 3 ال بار 2. طب ما ال طلع بكام؟ ال طلع ب 10 يبقى ده كده 100 روت 3. أرايت كوادريلاترال بيراميد، انا عندي بيراميد كوادريلاترال هايت رايت، يبقى انا عندي بيراميد كوادريلاترال يعني البيز فورورد سيد ورايت. يعني استفدت ايه من كلمه رايت؟ ان الهايت نازل بيربنديكولار على الجيومتريك سنتر، البيز على شكل رومبس. البيز على شكل رومبس اتس سايد لينث equal to one of its diagonals of the rhombus. لا مش فاهم،
بص يا استاذ، ده الرومبس، دول التو دياجونالز. واحد من التو دياجونالز، واحد من التو دياجونالز قد السايد لينسز، وكلهم بكام؟ ب 6. يعني ده 6 وده 6 وده 6 وده 6، وفي واحد من دول هو كمان ب 6. طيب انا هعتبره ده، فدي بقت 3 ودي بقت 3. الثاني انا مش عارف هو بكام. طيب يا مستر، بعدين if the height of the pyramid 12، الهايت كان كام؟ 12. عايزين مين؟ عايزين الفوليوم. طيب اول حاجه يا مستر، احنا عايزين الفوليوم. الفوليوم عباره عن ايه؟ 1 over 3 تايم اريا اوف بيز تايم مين؟ تايم هايت. عايزين نجيب الاريا اوف بيز. طيب الاريا اوف بيز دي عباره عن ايه؟ يا مستر انا مش عارف اجيب هنا الاريا اوف بيز. طيب يا مستر من منتهى السهوله، مش احنا اعتبرنا ان ده 6 وده 6 وده 6 وده 6 وده 3 وده 3؟ طب ما ده رايت انجل تراينجل، اقدر اجيب ده باي سيجرس ولا ما اقدرش؟ اقدر. هتبقى سكوير روت ل 6 باور 2 ماينس 3 باور 2، اللي هتطلع بكام؟ بتطلع ب 3 روت 3 غالبا. تعالى نتاكد عشان مش مطلعها. يبقى دي هنا عباره عن ايه؟ 6 باور 2 ماينس 3 باور 2 ادتني 3 روت 3. طيب يعني ده ب 3 روت 3، فاصل هحللها بشكل تاني هنا بقول لكم عليه دلوقتي، وده كمان ب 3 روت 3. طيب يبقى التو دياجونالز واحد ب 6 واحد ب 6 روت 3، يبقى الاريا بتاعت البيز هاف تايم دي 1 تايم دي 2، يبقى 1 اوفر 3 تايم هاف تايم 6 روت 3 تايم 6 تايم الهايت اللي هي ب 12. شوف الانسر هيطلع كام. ادي 1 اوفر 3 تايم هاف تايم 6 روت 3 تايم 6 تايم 12، اديتني 72 روت 3. تعال نشوفها بقى طلعت نفس الاجابه اللي انا مطلعها ولا لا. 72 روت 3. طب ايه يا مستر الطريقه الثانيه اللي حضرتك حليت بيها؟ اللي انا حليت بيها ان انا قلت الايه؟ التو تراينجلز دول كونجرنت. التو تراينجلز دول زي بعض. ده يا ابني ركز بقى، ده وده. طب انا هجيب الاريا بتاعت واحد منهم واعمل لها تايم 2. طب هي الاريا هنا هتتجاب ازاي؟ وده يا مستر 90، وده قصاد ال 90، ده الاوبوزيت لل ده قصاد انجل. ماشي، ده قصاد الانجل، اللينس بتاعه هاف الهايبوتنس، يبقى الانجل دي لازم تبقى 30 يبقى دي 60، يبقى الانجل دي كلها ب 120. بعمل هاف تايم التو سايد 6 تايم 6 تايم ساين 120 تديني الاريا بتاعت ده بكام؟ اعمل لها تايم 2 يديني الاريا بتاعت الرومبس. طب يا مستر مين قال لك ان ده 6؟ ان ده 3، ما ممكن يبقى يطلع ده 3 فتطلع دي 30، فتبقى الانجل دي كلها 60. ما هو الساين 60 هي هي الساين 120، فما عنديش مشكله، بس دي كده اسهل. يبقى الانسر طلع في الاخر كام؟ 72 روت 3. طيب اكسرسايز هنا كويتشن نمبر 16. لو انا عندي اي بي سي دي، اي داش بي داش سي داش دي داش از ا كيوب ايج لينث ايكوال 6 فوليوم اوف ذا بيراميد بي داش اي بي سي. طيب انا بس قبل ما نكمل كده انا عايز اسال حضرتك سؤال. انا لو عندي كيوب، كيوب طبعا الاول ايدجز ار ايكوال، وعندي 12 ايدجز وول ايدجز ار ايكوال، كل واحد منهم كان كام؟ كان 6. طيب البيراميد البيز بتاعته لو كانت، يعني سيبك من الكيس اللي قصادنا في المساله دي، انا عايز افهمك حاجه وبعد كده نبدا نشرح الكيس اللي قصادنا دي. انا لو عندي ده كده كيوب، طيب وايه اللي حصل؟ جينا رسمنا من البيز بتاعته بيراميد، يعني جينا خدنا من بوينت فوق كده ورسمنا ايه؟ ورسمنا بيراميد من البوينت على الـ على السيرفس على الـ على الـ من اخره. طيب ايه اللي حصل كده؟ اللي حصل كده او بلاش من هنا مش فارقه، يعني من اي حته رسمنا بيراميد جوه الكيوب.
مين الفوليوم بتاع البيراميد اللي جوه الكيوب ده؟ هيبقى 1 over 3 area of base time مين؟ height. الاريه اوف بيس تايم هايت دي اللي هي الفوليوم بتاعت اي حاجه. الاريه اوف بيس تايم هايت اللي هي هنا الهايت هيبقى قد ال L، والاريه اوف بيز اللي هي L سكوير لان ده كيوب، فيبقى ده كده 1 اوفر 3 الفوليوم اوف كيوب. الفوليوم اوف ايه؟ الفوليوم اوف كيوب. يبقى انا كده لو عندي بيراميد موجود جوه الكيوب فالبيراميد ده بيبقى واخد 1 اوفر 3 من الفوليوم اوف كيوب. يا مستر ازاي ده الفوليوم اوف كيوب ال سكوير؟ ما هو ال سكوير دي ال باور 2 بتاعت البيز والال بتاعت الهايت، فيبقى الفوليوم بتاع البيراميد لما يبقى واخد نفس البيز بتاعت كيوب اللي انا عملته ده لما يبقى واخد نفس البيز بتاعت الكيوب هيعمل ايه؟ هيبقى 1 اوفر 3 من الفوليوم اوف كيوب. طيب يا مستر دي بقى ده ان جنرال، يبقى الفوليوم بتاعت البيراميد تلت 1 اوفر 3 من الفوليوم بتاعت الكيوب لو مرسوم جواه واخد البيز بتاعته كلها. ده بقى ماله؟ هو هنا البيراميد اسمه الكيوب اسمه ايه؟ A B C D A داش B داش C داش D داش. هو اسمه ايه؟ اسمه B داش، يعني دي الفيرتكس وادي A B C. يعني احنا كده خدنا من ايه؟ خدنا من البيز قسمناها النص، يعني انا خدت نص الايه البيراميد اللي انا كنت بتكلم عنه اللي هو الفوليوم بتاعه كان تلت الفوليوم بتاع الكيوب، يبقى دلوقتي هاف. طيب 1 اوفر 3 الفوليوم اوف ايه؟ الفوليوم اوف كيوب. يبقى اللي انا رسمه ده نص البيراميد اللي انا كنت رسمه في الاول. طيب اللي هو الفوليوم بتاعه كان ثيرد الفوليوم اوف كيوب، يبقى الفوليوم بقى بتاع البيراميد اللي انا رسمه دلوقتي ده هيبقى عباره عن مين؟ هيبقى عباره عن 6 الفوليوم اوف كيوب. يعني هجيب الفوليوم اوف كيوب واقسمه واعمله ديفايد باي 6. فوليوم اوف كيوب هيبقى عباره عن ايه؟ ال باور 3 يعني 6 باور 3 اللي هي 200 كام؟ اكس 6 باور 3 احنا في نمبر 16 اللي هي تطلع ب 216. طيب يبقى الفوليوم اوف بيراميد يبقى عباره عن 216 اوفر 6 اللي هي تطلع كام؟ اللي هي هتطلع 216 اوفر 6 اللي هي تطلع 36 اللي هي لتر ايه. A regular quadrilateral pyramid whose total area 70 and its lateral area 45. عايز اجيب الهايت. نكتب الرول بتاعت ايه؟ هنكتب الرول بتاعت التوتال اريا. مين هنا الرول بتاعت التوتال اريا؟ توتال سيرفيس اريا بتبقى عباره عن لاترال سيرفيس اريا بلس اريا اوف بيز بلس اريا اوف بيز. يعني دي ب 70 ودي بكام؟ 45 بلس اريا اوف بيز. عايزين نجيب هايت. طب قلت له يا مستر ده ايه؟ ريجولار كوادريلاترال بيراميد. انا لو معايا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الهايت. يا مستر ده احنا عندنا حوار هنا في المساله دي. طيب انا من هنا اقدر اجيب الاريا اوف بيز، ولو معايا الاريا اوف بيز اقدر اجيب السايد لينس. بقى معايا سايد لينس، ايه اللي انا محتاجه تاني عشان اعرف اجيب هايت؟ سلانت هايت. طب اجيبه منين؟ من اللاترال اريا. يبقى انا عشان اجيب الهايت لو كان معايا فوليوم ما كانش هيبقى عندي مشكله، بس انا معايا مين؟ توتال اريا. عوضت بالرول بتاعت التوتال اريا لقيت ان انا عن طريق الرول دي هقدر اجيب الاريا اوف بيز. طب لو معايا الاريا اوف بيز هيبقى معايا ال بكام؟ طيب ما انا عايز اجيب هايت، يبقى عشان اجيب الهايت محتاج مين؟ السلانت هايت. طيب تعالى هنا ال 45 تروح السايد الثاني تبقى ماينس، يبقى الاريا اوف بيز تبقى عباره عن 70 ماينس 45 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 25. الاريا اوف بيز دي اللي هي ال سكوير ب 25 يبقى ال 5. حلو قوي يا مستر. اللاترال سيرفيس اريا هاف بريمتر اوف بيز تايم سلانت هايت دي 45 هاف بريمتر اوف بيز يعني 4 ال تايم سلانت هايت، يبقى السلانت هايت ده تايم بيروح السايد ده يبقى ديفايد 45 اوفر هاف تايم 4 تايم 5 اللي هي ادتني 4.5. طيب ما انا عايز هايت، الهايت ده في التراينجل
اللي بيبقى فيه سلانت هايت وهاف ال ال بيبقى سايد ولا هايبوتنس؟ بيبقى سايد. فيبقى سكوير روت ل 4.5 باور 2 ماينس هاف السايد يعني 2.5 باور 2 4.5 باور 2 ماينس 2.5 باور 2 ادتني روت 14. يبقى ده بكام؟ بروت 14. The ratio between the lateral surface area. Lateral surface area يعني الاريس بتاعت الفيسس اللي موجودة في الجنب. Triangular pyramid of regular faces يعني الفيسس كلها قد بعض. حلو قوي. To the total surface area. طيب هي اللاترال كام فيس في التريانجلر بيراميد؟ 3. ما هما الاربعة قد بعض. يبقى 3 تو كام؟ 3 تو 4. يا مستر لا مش فاهم. حبيبي اللاترال اريا انا هعمل الاريا بتاعت الفيس الاولاني والفيس الثاني والفيس الثالث الثلاثة قد بعض اعملهم بلس بعض. 2 للاريا بتاعت الفور فيسز اللي هما قد بعض برضو يبقى الريشيو ما بينهم هتبقى كام؟ 3 تو 4. A quadrilateral regular pyramid يعني البيز على شكل سكوير. The area of any face of its lateral faces equal the area of its base. طيب تمام ثانية كده بس. أي base من اللاترال فيسز أي face من اللاترال فيسز الأريا بتاعته قد البيز. البيز على شكل سكوير واللاترال فيسز equilateral triangle isosceles triangle. Its side length of the base 6. Then the volume. Then the volume. اول حاجة انا عشان الفوليوم محتاج مين؟ 1 over 3. 1 over 3 طيب مين؟ احنا في نمبر كام؟ 19. 1 over 3 طيب مين؟ time area of base time ايه؟ time height. طيب يبقى انا عشان اعرف احل الشكل ده كده محتاج يبقى معايا ال area of base ماشي دي ب 6 الاريا معايا السايد لينث ب 6 فاقدر اجيب الاريا اوف بيز. محتاج هايت. الهايت عشان اجيبه محتاج مين؟ الهايت عشان اجيبه محتاج الهايت علشان اجيبه محتاج سلانت هايت. طيب يبقى انا دلوقتي محتاج افكر ازاي اجيب السلانت هايت. اول حاجه بس كده ال ال معايا ب 6 محتاج اجيب سلانت هايت. قلت له اول حاجه يا مستر هو الفيسز اللاترال اريا بتاعت الفيسز هما فور فيسز والاربعه قد بعض الاربعه كونجرنت ايسوسيلس تراينجل. طيب الاريا بتاعت كل واحد فيهم هتبقى كام؟ هو قال ان هما كده كده قد بعض في الاريا. الاريا بتاعت اللاترال فيس قد الاريا بتاعت البيز. طب الاريا بتاعت البيز بكام؟ ب 36. يبقى الاريا بتاعت الاريا اوف بيز ب 36. يبقى الاريا بتاعت الفيس الواحد بكام؟ ب 36. يبقى اللاترال سيرفيس اريا هتبقى بكام؟ 4 تايم 36. طيب يا مستر يعني ال 4 تايم 36 دي قد مين؟ قد 1 اوفر 2 بريمتر اوف بيز تايم سلانت هايت. طب ما البريمتر اوف بيز يا مستر اقدر اجيبها ما السايد لينث بتاع البيز ب 6 يعني 4 تايم 6 تايم سلانت هايت. يبقى السلانت هايت هيبقى عباره عن ده تايم يروح السايد الثاني يبقى ديفايد 4 تايم 36 اوفر هاف تايم 4 تايم 6. اداني السلانت هايت بكام؟ اداني السلانت هايت ب 12. يبقى انا معايا السايد لينث ب 6 والسلانت هايت بكام؟ ب 12. اقدر اجيب الهايت ولا ما اقدرش؟ اقدر. الهايت هو سايد في رايت انجل تراينجل الهايبوتنس بتاعه بيبقى سلانت هايت وهاف السايد هاف السايد بيبقى سايد. يبقى هنا 12 باور 2 ماينس 3 باور 2 اداني روت حاجه 3 روت 15. مين اللي ب 3 روت 15؟ ده الهايت. طب انا اساسا كنت عايز ايه؟ كنت عايز فوليوم. الفوليوم عباره عن 1 اوفر 3 تايم اريا اوف بيز اللي انا جايبها ب 36 تايم الهايت اللي انا جايبه ب 3 روت 13 روت 15. يبقى الاجابه هتطلع 36 روت 15. طبعا حضرتك لو سؤال زي ده مش مستوعب ايه اللي حصل فيه
فبتضطر ان انت تعيده تاني وتتفرج عليه تاني. تمام؟ اساسا الفيديو ما ينفعش تشتغل اكس 2. تمام؟ فانت بالتالي انت لازم تقعد تتفرج على السؤال، السؤال ما فهمتوش بتعيده تاني وتتفرج عليه وهو بتشرح بالطبيعي. انا اساسا في الطبيعي بتكلم بسرعة، فانت هتعمله اكس 2 يعني انت مش هتبقى مستفيد يعني. طيب نمبر 20، اف ذا سايد لينث اوف ذا بيز اوف كوادريلاترال ريجولار بيراميد، كوادريلاترال ريجولار بيراميد، كوادريلاترال ريجولار بيراميد، البيز على شكل سكوير از دبل بات اتس هايت ريمينز كونستانت، الهايت فضل زي ما هو كونستانت. يعني السايد لينث اتدبل، يعني ال L1 كانت ب L بعد ما اتدبل بقت 2L، الهايت زي ما هو. ايه اللي هيحصل في الفوليوم؟ يعني كان معايا بيراميد وبعد كده دبلت السايد لينث بتاعه بتاع البيز، دبلت السايد لينث بتاع البيز، ايه اللي هيحصل في الفوليوم؟ اول حاجه هجيب الفوليوم الاولاني 1 over 3 area of base time height، يبقى L square height. طيب مين الفوليوم التاني؟ 1 over 3 L2 power 2 height، الهايت ثابت. ال L2 بقت كام؟ بقت 2L، يبقى half، ده 1 over 3 ال half دي، يبقى 1 over 3 2L power 2 height، يبقى 1 over 3 4L power 2 height. طيب ناخد الفور دي بره، يبقى بقت 1 over 3 L power 2 height. مين هي ال 1 over 3 L power 2 height؟ ده الفوليوم الاولاني، يبقى 4 من الفوليوم الاولاني. يبقى لما انا دبلت السايد لينث ايه اللي حصل في الفوليوم الجديد؟ بقى معمول له تايم 4 في الفوليوم القديم، يبقى becomes 4 times it's the first volume، بقى قد الفوليوم القديم 4 مرات. arrived pyramid whose base is a square، البيز بتاعته على شكل سكوير، and all its edges are equal in length and each one equal a، وكل واحد منهم equal a. عايز يجيب اللاترال اريا، عايز يجيب اللاترال اريا. مين هي اللاترال اريا؟ lateral surface area half time perimeter of base time slant height. يبقى انا مستر، يبقى انا مستر عشان احل لازم يبقى معايا سلانت هايت، بريمتر اوف بيز مفيش مشكله منه ان انا معايا السايد لينس ب 4، فادام كل ايدج من الايدج ايدجز اي يبقى السايد لينس ب ايه؟ ب اي، فال 4 اي ده البريمتر اوف بيز. طيب انا عايز اعرف الهايت هيبقى ماله؟ الهايت هيبقى ماله؟ ارايت بيراميد هوز بيز از سكوير، البيز بتاعته على شكل سكوير. ده كده مين؟ ده 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 ده، عملوا انترسكت في الايه؟ في البوينت اوف انترسكشن اوف ذا دياجونال. طيب ده السلانت هايت موجود في رايت انجل تراينجل اسمه ام اي اي، اهو محاط بمين؟ سايد لينس اللي هو ايه، وهاف السايد لينث اللي هو هاف اي، يبقى ده سايد في رايت انجل تراينجل الهايبوتنس بتاعه بايه؟ يبقى اي سكوير ماينس هاف اي سكوير. هتديني كام؟ هتديني روت 3 اوفر 2 اي. يا مستر انا مش فاهم الحته دي يا حبيبي، شايف تراينجل على الجنب ده؟ ده رايت انجل تراينجل سلانت هايت فيه سايد، وده كده هايبوتنس اللي هو بايه؟ لان ده ايدج، وده نص لان الهايت لازم هينزل بيربنديكولر، فادام بيربنديكولر بيعمل بايسكت للبيز، فدي كلها كان اسمها ايه؟ يبقى الحته دي اسمها ايه؟ اسمها هاف ايه. يبقى سكوير روت لاي باور 2 ماينس هاف اي باور 2 تديني روت 3 اوفر 2 اي. طيب يبقى دي هاف تايم 4 اي، ليه 4 اي؟ ما البيز على شكل سكوير فالبيرمتر بتاعها 4 ال، والال بايه؟ تايم روت 3 اوفر 2 اي. ادتني 4 روت 3 a سكوير، 4 روت 3 a سكوير. ايه روت 3 ال؟ هي 4 روت 3 a سكوير،
letter D. طيب شوف آخر سؤال بقى معانا. بيقول لي إن the triangular pyramid MABC the vertex M is at distance 15 from its base ABC. يعني الهايت بكام؟ الهايت ب 15. طيب السايد لينسز بتاعت البيز 5 و 6 و 7. البيز على شكل تريانجل. عايز اتس فوليوم. مين هو الفوليوم؟ 1 over 3 area of base time height. الهايت ب 15 معايا. فاضل لي area of base. البيز على شكل تريانجل. طيب قلت له اول حاجه انا معايا 3 سايدز. فاقدر اجيب هاف البريمتر. هاف تايم 5 بلس 6 بلس 7. لا تديني 9. عشان اجيب الاريا هتبقى عباره عن سكوير روت لاس ماينس لاس تايم اس ماينس اي تايم اس ماينس بي تايم اس ماينس سي. يبقى سكوير روت ل 9 تايم 9 ماينس 5 تايم 9 ماينس 6 تايم 9 ماينس 7. اداني الاريا بكام؟ ب 6 روت 6. طب انا عايز مين؟ عايز فوليوم. يبقى 1 اوفر 3 تايم اريا اوف بيز اللي هي 6 روت 6 تايم الهايت اللي هو 15 اللي هو بكام؟ ب 15. يبقى الانسر بتاعي اداني 30 روت 6 30 روت 6 سنتيمتر كيوب لان ده فوليوم. وبكده نبقى خلصنا الاسئله من المعاصر اللي حضرتك محتاج تسمعها مني قبل ما تبدا تقعد تحل.